يعني إلى متى شماعة الغضب نعلق عليها أخطاءنا ثم نقول كنت غاضبا، كأنه يقول يعني ما علي شيء كنت غاضبا، هذا ما هو عذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. الإنسان مأمور أن يسكت إذا غضب. ولما رأى رجلا قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول إذا جاءك غضب وأنت واقف فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع، أو إذا ذهب عنك ما تجد وإلا فاضطجع. فقضية الغضب لا يجعله الإنسان شماعة، كأنه يقول أنا معذور. لا لا، لست معذورا. الإنسان مأمور أن يملك نفسه، كما قال النبي ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يتحلم الإنسان إذا كان سريع الغضب، يعالج نفسه حتى يذهب عنه هذا الغضب ولا يعلق أموره عليه، والله المستعان.